معنا مباشرة من فيينا مراسلنا عمار دندش. مرحبا بك عمار. لو تضعنا في صورة هذا الاجتماع وهذه الجولة التي يقوم بها الرئيس الإيراني في النمسا. نعم أحمد، بالفعل روحاني قد عقد اليوم مؤتمرين صحفيين منفصلين مع الرئيس النمساوي السيد ألكسندر فاندر بيلن ومع السيد سبيستيان كورس المستشار النمساوي، لكن حقيقة أحمد الملفت للنظر هو الاستقبال المهيب الذي وصف بالمبتذل الذي حظي به روحاني من قبل نظيره فاندر بيلن على السجادة الحمراء، واستقبله حرس الشرف بالرغم من المطالبات من الجمعيات هنا بطرد روحاني من النمسا وعدم استقباله على خلفية الأزمة الدبلوماسية وتورط أسد الله أسدي الدبلوماسي الذي يعمل في السفارة الإيرانية هنا في فيينا بتورطه وإلقاء القبض عليه في ألمانيا، بتورطه بالتخطيط لتفجير المؤتمر الذي عقد بفرنسا للمعارضة الإيرانية. حقيقة ما جاء أو ما طرح بين السيد ألكسندر فاندر بيلن وبين السيد سبيستيان كورتس وروحاني هو استعراض للعلاقات بين البلدين، ومن ثم تساءل السيد كورتس حول دور إيران في سوريا ودورها في حفظ أمن ما وصفه بالحدود الإسرائيلية، وهنا رد روحاني بالقول أنه يحارب الإرهاب في سوريا المتمثلة بداعش، وبذلك هو يؤمن حدود إسرائيل من وصول ما وصفه بالإرهابيين إلى هذه الحدود، ووصف العلاقة بين الشعب الإيراني وبين الشعب اليهودي كما وصفه بالمغلى في التاريخ. حقيقة هناك أيضا بالتوازي مع هذه الاجتماعات العديد من الحركات الاحتجاجية التي أقامها سوريون أو إيرانيون معارضون ضد زيارة روحاني، وقد كانوا استنكروا استقبال النمسا لما وصفوه بالقاتل الذي تقطر يداه بدماء السوريين والإيرانيين وغيرهم. حقيقة ما أعلن عن سبب الرئيسي لهذه الزيارة هو مناقشة تبعيات الملف النووي وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الاتفاق، وقد كان روحاني قد زار قبيل قدومه إلى النمسا زار سويسرا في جنيف واستقبل هناك وتحدث هناك عن أن إيران مستمرة في هذا بالتزام مستمرة نعم مستمرة بالتزامها بالملف النووي، إن كانت قد استقبلت أو كانت قد شجعت من قبل الدول الأوروبية. نعم أحمد. طيب عمار دعني أسألك، إن كانت الدول الكبرى الأوروبية فرنسا ألمانيا بريطانيا غير قادرة على فعل شيء أمام انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بمعنى أنه يعني ملغي ولا وغير مفعل حتى على الرغم من التزام إيران به لأنها في موقف ضعف، ما أبعاد هذه الجولة التي يقوم بها روحاني؟ لماذا اختار النمسا؟ لماذا كان في سويسرا؟ وما الذي يمكن أن يحصده على صعيد الملف النووي الإيراني؟ نعم، بالنسبة للنمسا خصوصا اختارها روحاني لأنها قد استلمت حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي ولها دور ريادي الآن في هذا الاتحاد، وسوف يجتمع في يوم الجمعة المقبل مع دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي لبحث هذا الملف تحديدا. أعتقد وكما وصفها مراقبون أنها خطوة يائسة لإحياء الاقتصاد الإيراني المتهالك حقيقة على أثر انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وكان قد هدد روحاني بزيارته إلى سويسرا أنه لن يستطيع غيره بيع النفط إن منعت إيران من ذلك، وكانت عدة وكالات قد أشارت إلى هذا التصريح أنه يقصد به أمريكا، لكن اليوم عاد وتراجع عن هذا التهديد وقال أنه يقصد به السعودية، خصوصا أن السعودية الآن تزيد من إنتاجها للنفط. إذن هي محاولة يائسة من إيران لإعادة نعم. أشكرك جزيل الشكر ونكتفي بهذا القدر. عمار دندش مراسل أورينت نيوز كنت معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من فيينا.